مرحبا. كيف الصحة والأخبار؟ ربنا يحفظك. حبيبي يحفظك. حبيبي، على راسي استاذ دكتور احمد، ما شاء الله الله يوفقك. الله كيفك يبارك. استاذ؟ الله يبارك فيك. أنا عملت لك متابعة. وهاي احلى فول عليك استاذ احمد. الله دكتور ما يسلمك. شاء الله الله يوفقك. ربنا يبارك الله يسلمك. يسعد ربنا يبارك. من وين استاذ احمد؟ من وين؟ أنا طبيب تغذية دكتور احمد انا طبيب تغذية. في تركيا حاليا، ما شاء الله ما شاء الله، يا محافظة في سكاريا. سكاريا سخاريا تشرب اليوم مو؟ تشرب اليوم طيب والله اليوم جزال ما شاء الله. ben zaten Türkmenim. Bir de Türkiye'de ben de Türkiye'deyim ya. Sen Türk müsün sen? Türkmenistan. Türk, Irak. Türk, Yani Irak. Ben Ama Türkçe Arabi, biliyorsun. Nasıl Osman. Türkçe öğrendin? Yani Irak'ta Türkçe Zaten Türkmen. konuşuyor musunuz? Nعم، أنا أساسا تركمان، يعني أنا أصلنا تركمان، يعني ben biliyorum Türkçe iyi biliyorum، يعني He? çok çok biliyorum. Çok biliyorum. Yani إني أهوايكت أعرف تركي. Yani orada Türkçe konuşuyor musunuz? Aynen, aynı dilimiz yani, aynı Türk dili. Aynı Türk. Aynı Türkiye dili konuşuyor. Yani orada herkes, orada hem Türkçe Aynen. hem Arapça konuşuyorlar. نعم صحيح، هم عربي هم تركي، يعني هم عربي هم تركي. والله لمعلومة جديدة بالنسبة لي، ربنا يحفظك يا أخي. والله مبسوط إن أنا اتعرفت بيك. لو عندك أي أسئلة طبية ممكن أفضل تسألني، جميع أفيدك. والله حبيبي استاذ احمد، والله شرفت بيك والله. على الهدية الجميلة اللي انت اديتها لي. انت اديتني هدية كده في النهاية، ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا، الله كده اتبسطتني، ادخلت عليا سرور. امين امين. عيدك مبارك، عيدك سعيد. انت الله اجمل حاجة قابلتها النهاردة في الله الفيديو. يخليك. الله يسعدك. انا بالمناسبة انا طبيب تغذية، يعني لو انت الله لو يخليك. عندك اي اسئلة في التغذية او في الطب بشكل عام، لو عندي اجابة ليها اقدر افيدك يعني. ما شاء الله والله، يعني ما عندي سؤال، بس على مود شنو تعرف المعدة، أنا لما أي شيء أكل المعدة مالتي مو زين، يعني معدتي çok kötü. يعني çok ağrı vardı. Çok ağrı var şu an. Aynen çok ağır var معدتي. Bu nedendir ya؟ بينهم. بص انا هجاوبك انا على، يعني بص بالنسبه لالم المعده مثلا وليكن اللي بيجي لك مثلا ده، اقدر اقول لك ان الاكل البطيء والمضغ البطيء مشكلتنا، ما احنا بناكل بسرعه، الاكل السريع والمشكلتنا ان الدنيا بتجري وكل حاجه بتجري معاها، حتى واحنا بناكل بسرعه، لدرجه ان احنا مثلا وليكن الاكل بتاعنا طبيعته سريعه، إيه عندي مشوار عايز اروح اعيد على الناس، مفيش وقت، يلا ناكل بسرعه، فتلقائيا المضغ بتاعنا مش كويس. فاول نصيحه لاي حد يكون عنده الم في المعده، اقول لهم الاكل البطيء والمضغ البطيء، ما بناكل ببطء وبنمضغ ببطء، بنبع يعني بتبقى دافعه قويه جدا. بس جدد جدد هذا جدد. جدد. ايه استاذ ممنون. ايه
إيه، فما بناكل ببطء ونمضغ ببطء، دي بتبقى دافعة قوية. أولا في إنزيم اسمه الأميليز في الفم، اما احنا بناكل بسرعه الانزيم ده ما بينزلش مع الاكل بتاعنا بكميات كافيه. الانزيم ده مهمته ان هو يسهل من امتصاص المواد النشويه ويسهل من الهضم بشكل، يعني يسهل من عمليه الهضم. فاحنا تلقائيا لما بناكل بسرعه وما بنمضغش كويس بتبقى دافعه قويه جدا، ان هذا الانزيم ما بيفرزش بكميات كافيه، فالهضم بتاعنا مش يبقى كويس، فيبقى فيه اضطرابات هضميه، ويبقى ينتج عنها بقى الالام، ممكن ينتج عنها الام مختلفه في البطن. فاول نصيحه بنصح بيها الناس الاكل البطيء والمضغ البطيء، بلاش السرعه في الاكل، ناكل براحتنا ونمضغ كويس، وعلشان نحفز الانزيم الاميليز ده ان هو ينزل مع الهضم بتاعنا، فما يحصلش اي اضطرابات هضميه، فما يحصلش اي مغص او تقلصات اللي بينتج عنه الام البطن. دي النصيحة رقم واحد. النصيحة التانية ممارسة الرياضة. فأنت مشكلتنا إن إحنا مثلا وليكن بنشتغل في الأيام العادية، ونيجي مثلا وليكن نيجي في العيد ناكل بس وقاعدين ما بنتحركش من المكان اللي إحنا قاعدين فيه، فتلقائيا نعم صحيح. الدورة الدموية بتاعتنا مش الدورة الدموية مش واصلة بكميات كافية للبطن، الدورة الدموية مش واصلة بكميات كافية لأعضاء معينة، فيحصل ألم في البطن كنتيجة إن الدم مش واصل بكميات كافية لمنطقة البطن اللي هي أصلا إحنا شغالين ناكل ومفيش دم واصل كافي علشان يوصل المغذيات دي لمجرى الدم. فتلقائيا يحصل عندنا. فتاني حاجة عدم الحركة. الحاجة التالتة أبو محمد نورت. أقول لك على حاجة حلوة أوي أنت ممكن تستخدمها تريحك خالص. تريحك خالص في موضوع البطن ده. عارف ان انت مثلا لو ممكن تجيب مخدة، عارف المخدة طبعا او وسادة بيسموها، نعم صحيح. او ممكن نجيب الوسادة ونحطها مثلا وليكن على منطقة المعدة. لو حطيناها مثلا، لو جبنا وسادة كده وحطيناها على منطقة المعدة كده، كل عام وانت بخير حبيبي استاذ ابو محمد، على الراس يا ابو محمد نورت حبيبي. طبعا استاذ احمد وي انا دكتور ما شاء الله، على راسي استاذ ابو محمد طبيب ما شاء الله، الله يوفقك. العفو انا اعتذر منك الكلمه قطعتك، لا ولا ابن رك ابن رك ما شاء الله الله يحفظك. الله يحفظك. قول استاذ احمد. الله يحفظك. ما شاء انتوا عندكم في العراق بتقولوا للطبيب استاذ، بتقولوا له يا استاذ ولا بتقولوا له ايه؟ استاذ يعني كلمة استاذ ينقال على الطبيب والدكتور والمعلمين والاستاذ، يعني شخصيات طيبة مثلك يعني ما شاء الله. زي تركيا كده يعني، اصل احنا عندنا مثلا في مصر الدكتور هوجة. الطبيب هوجة يعني مثلا، هنا كله بيتقال هوجة. هوجة، لكن نعم. في مصر لا، الموضوع مختلف، الدكتور دكتور والاستاذ استاذ يعني. فعشان كده برضه حبيت افهم يعني، فعشان اللغات مختلفة برضه لازم يبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. دكتور. يبقى دلوقتي يبقى قلنا النقطة الأولانية لازم نمارس أي رياضة، النقطة التانية الأكل البطيء والمضغ البطيء، النقطة التالتة ممكن نجيب مثلا مخدة ونحطها على منطقة البطن تدفي منطقة البطن، دي تسهل لنا أيضا من عملية يعني تعمل لنا تدفي لنا المعدة بتاعتنا، وبالتالي بتقلل من حدة الألم. يعني أنت لو عندك ألم شديد دي تقلل لنا من حدة الألم، وده ندخلها تحت نقطة العلاج الطبيعي. أهم نقطة بقى نتكلم فيها عدم تناول الأطعمة اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والحارة. الابتعاد عن الأطعمة المقلية والحارة، ودي مشكلتنا أصلاً. يعني المشكلة الرئيسية للناس في العيد، طبعاً غير طبعاً الشوكولاتات. انا طبيب تغذية يا دكتور، في انت الدكتور شو تخصص؟ طبيب تغذية. لو عندك اسئلة في التغذية ممكن يعني دي لو انا بكلمك عن علاج الم المعدة ممكن اقول لك ده الحاجة البسيطة يعني، طبعا يعني دي حاجات بسيطة ممكن تتعمل في البيت. ان الوقاية نفسها ان انا اكل ببطء وامضغ ببطء، امارس رياضة بشكل يومي، اشرب كميات مية كافية. لازم نبقى عارفين ان 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا مية. اي حاجة بتحط فيها مية بتحط فيها حياة، المية هي الوسيلة اللي بتنقل لنا العناصر الغذائية لجميع خلايا الجسم. عايز تختم لنا بأي مقطوعة كده؟ جزاك الله خير. الله يوفقك استاذ محمد. طبعا انا شرفت دكتور محمد، دكتور احمد عفوا، شرفت بيك والله يوفقك، وان شاء الله فرصه سعيده اشوفك بغير مره. الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله. في واحد تحت بس يعني ابو محمد عايز يسالني سؤال، لو يسالنا نكمل مع بعض ويسالنا. انا خلصت، اتفضل يا ابو محمد.
قول قول استاذ محمد، قول حبيبي دكتور اسمعني. بس احنا ممكن نتكلم لحد ما يكتب يعني. فبس زي ما بقول لك كده، اهم النقاط مثلا وليكن لموضوع الم البطن ده، الحركه، شرب الحركه، يعني نحاول قدر الامكان ان احنا ما نتيسش في العيد، ندنينا نايمين وبس، لا نتحرك. تاني حاجة شرب المية برضو ما ننساهاش، 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا مية، 70% من العضلات بتاعتنا مية، 20% من العظم بتاعنا مية. المية هي الوسيلة اللي بتنقلنا المغذيات بتاعتنا لجميع خلايا الجسم يعني. فنقدر نقول المية هي الحياة، نقدر نقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. فشرب المية برضو بيخفف لنا من آلام المعدة، فالناس اللي ما بتشربش مية كافية آلام المعدة عندها شديدة، فنشرب برضو مية كتير. نقول برضو زي ما قلنا كده، ممكن ان احنا نجيب مخدة ونحطها على منطقة البطن، دي برضو تعتبر حاجة فعالة جدا تدفلنا منطقة البطن، وده يعتبر علاج طبيعي. واهم من ده طبعا كله عدم تناول الاطعمة المقلية والحارة، وعدم تناول الاطعمة اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة. يعني دي كده اشهر الحاجات اللي احنا في اهو. السؤال ابو محمد سأل عندي الم في المعدة، عندي ماني اعرف من ايش، الوالدة عندها قولون وتعثر في الهضم، في له علاج؟ ماشي. طب عندنا الم في المعدة، هل الالم مثلا، والله احنا لو بنتكلم عن الم المعدة بشكل عام ممكن نفس الاشياء اللي انا قلتها دي، لكن لو انت مثلا عايز نتكلم بالظبط في شيء مشكلة معينة، لابد ان احنا نعرف هل الالم ده مثلا، وصف الالم نفسه، هل الالم ده انت بتشاور عليه بصباع واحد في بطنك، ولا هل الالم ده مثلا وليكن بشكل عام في البطن كلها، ولا هل في منطقه القولون؟ يعني لما بنيجي نقول منطقه القولون نقدر نقول، اصل الناس مفكره مثلا القولون اللي هو مثلا منطقه الشمال، او يعني في ما انا برضو وصف الالم ايه، هل عباره عن سكاكين، هل قريب من الصدر، هل اسفل البطن، هل اعلى البطن، هل في حموضه، هل في ارتجاع مريء؟ يعني دي كلها اسئله برضو لازم نسال نفسنا فيها لو احنا عايزين نجاوب على مشكله يعني انت لو عايز نخصص شيء معين ونشخص تشخيص دقيق. راس المعده حراره وينتقل حراره في البطن كامل، تمام. يعني انت بتقول ديت نقدر نقول عليها حموضه معده وقرحه معده وارتجاع في المعده، يعني حموضه في المعده طبعا مغص وتقلصات، حموضه في المعده وارتجاع في المريء. إيه بص، واحنا دلوقتي مثلا وليكن ما بنيجي ما بنتكلم إيه حموضه في المعده، يعني انت بتحس ان انت إيه ما بتيجي تنام كده تحس ان الاكل بتاعك هيطلع على صدرك وتحس بحراره كده شديده، صح كده؟ إيه تمام. هل في مثلا مغص وتخلصات؟ هل في انتفاخات؟ نورت حيدر يحيى حبيبي، استاذ يحيى نورت. هل في مغص تقلصات، في مثلا مغص وتقلصات، في انتفاخات، غازات في البطن؟ تمام. يعني بص، هو بالنسبة لو في انتفاخ ويعني الاعراض ديت مثلا، هل في امساك او اسهال؟ عشان بس نديك بقى إجابة وافية، ما دام انت أصريت نوصل لتشخيص دقيق، فخلينا نديك برضو حاجة يعني تستفيد. أو هل في إمساك أو إسهال، أو إمساك بيعقبه إسهال مع بعض، أو فترات مختلفة، أحيانا إمساك أحيانا إسهال؟ تمام ماشي. هو يعني بشكل أساسي يعني الاعراض ديت نقدر نقول عليها مثلا وليكن بشكل قوي بنسبه 100%، يعني بنسبه مثلا 90% نقول قولون، يعني ما نقدرش نقول 100% لان احنا ما شفناش، ما دخلناش جوه الجسم. لكن بشكل اساسي لو في امساك مع امساك يعني شديد، احيانا انتفاخات مع مغص وتقلصات، نقدر نقول ان في مثلا قولون وكنتيجه. طب خلينا نديك شويه النهارده، انا هكلمك دلوقتي اول حاجه هنقسم الموضوع لحاجتين، هنتكلم عن وبعد الحين يجي امساك بعدين اسهال، تمام. طب كويس كده، يبقى احنا كده يعني احنا كده بنتكلم، تمام. احنا كده هنقسم الموضوع ده لجزئين بس عشان الموضوع يبقى واضح كده بالنسبة لنا. يعني الجزء الاول هنتكلم فيه، الموضوع هيطول، فانا عايز تمام. انا تمام.
اجددها لو تروح. لا انا بكمل مع الراجل، انت عايز انا بكمل مع تمام الراجل. تمام اجددها. لا طيب محمد صديقي ابو خليه محمد يسمعك. صديقك لازم تصبر معايا علشان ربنا يصلح الحال ان شاء الله الله تعالى. حبيبي حبيبي، الله يوفقك الله ربنا يوفقك. يكرمك وانا ان شاء الله اديله اجابه كمان. بص انا اول نقطه هتكلم معاك عن الحموضه. الحموضه يعني اول حاجه هنتكلم عن نقطه الحموضه، الحموضه وارتجاع المريء يعني هنتكلم عن اول حاجه عن الحموضه اللي هي بتسبب لنا حراره في الجسم. نمسك الجزء اللي فوق الاول، وبعد كده هنمسك برضو منطقه القولون وهنقول هنعمل فيها ايه، بحيث الله يحفظك يا رب. إيه وبحيث ان احنا يبقى عندنا ان شاء الله اجابه كافيه. اول حاجه يعني مثلا وليكن هقول لك على بعض الاشياء اللي بتسبب لنا الحموضه نفسها علشان نبعد عنها. اول حاجه المشروبات اللي بتزود من الحموضه، نقدر نقول زي ما احنا قلنا من شويه السكريات والاكلات الدهنيه والمواد الحريفه زي ما انت بتقول كده، البهارات وهذه الاشياء تزيد من حده المشكله نفسها. فاول حاجه نبعد عن سبب المشكله او نبدا نقلل منها. يعني انا مثلا دلوقتي انا عارف ان انا ما باكل مثلا وليكن المسبكات، باكل الاكلات الحريفه، باكل الاكلات مثلا وليكن اللي فيها بهارات ومتبله بشكل كبير جدا وبتسبب لي الحموضه، خلاص يبقى ديت حاجات بتسبب لي المشكله، فلابد ان انا ابدا ان انا اتجنبها. دي كده النقطه رقم واحد. تاني حاجه، لو انا بدخن التدخين بيزود من حده مشكله الحموضه، فانا لو انا بدخن فلابد برضو ان انا ابدا، مش هقول لك بطل لكن هقول لك قلل، لا هقول لك قلل واحده واحده، وخصوصا بالليل. يعني مثلا ما تجيش مثلا وليكن بالليل تاكل وجبه دسمه بعدين تروح شارب لك السيجاره وبعد كده تقول انا عندي ايه والله عندي حموضه وارتجاع في المريء وسخونيه شديده طالعه. تمام، انت اكلت اكل مسبك ومواد حريفه ومتبل وبعد كده شربت سجاير، فاذا كانت هذه الاشياء يعني اذا كانت بس المواد الحريفه بتسبب لنا المشكله، فالمواد الحريفه مع السجاير تخلي المشكله مش ضعف، تخليها 4 اضعاف. فلابد ان احنا نخلي بالنا من هذه النقطه. يبقى احنا مثلا وليكن عارفين ان احنا مثلا وليكن كلنا خلاص يعني على الاقل بوظنا الدنيا، ما نبوظهاش اكتر مثلا وليكن بالتدخين، نحاول نقلل التدخين يعني مع الاكل او بعد الاكل او كده. فدي النقطه برضو مهمه جدا. النقطه الثانيه عدم النوم بعد تناول الطعام. تلقائيا كلنا بلا استثناء مثلا وليكن بنتعشى وعايزين ننام، جايين من الشغل تعبانين وبنتعشى ونروح نايمين، ومش بنتعشى عشاء عادي، ده احنا بنتعشى بنملى بطننا. فتلقائيا لو طول ما في ملي للبطن وبعد كده نوم، فتلقائيا دفعة قوية جدا ان فرص حدوث الحموضة بشكل عالي جدا. صح والله صح. يبقى عدم النوم بعد الاكل مباشرة، النوم على الاقل ساعتين ما بين وجبة العشاء والنوم، يعني ما بين النوم والعشاء على الاقل ساعتين عشان ما يحصلناش حموضة. تالت حاجة بنتكلم زي ما قلنا من شوية، الأكل البطيء والمضغ البطيء علشان نحفز إنزيم الأميليز اللي هو في الفم اللي بيبقى موجود في اللعاب بتاعتنا، فنمضغ كويس، الأكل يبقى يتحول يكون زي اللعاب، مش نبلع. احنا مشكلتنا إن احنا بنبلع كده يعني الدنيا بتجري وعمالين نجري معاها، حتى بنبلع واحنا بناكل، فده غلط طبعا يعني. دي نقطة تانية يعني. طبعا هناك بعض الأدوية بتتكتب في حالات الحموضة وهذه الأشياء، لكن وحتى أنا كنت عملت فيديو على اليوتيوب ممكن تبقى تطلع عليه، ممكن يفيدك في هذا الأمر، لكن شوية يعني مش شغلنا. خلينا نتكلم في الحاجات البسيطة اللي احنا لو عملناها نتخلص من المشكلة، نبعد عن أصل المشكلة. أصل المشكلة إيه؟ ما ننامش بعد الأكل. الحاجة التانية التدخين نقلله مع الاكل، نبعد عن الاكل اللي فيه دهون ومسبكات والمتبل والبهارات قبل النوم، ونخليه في وجبه الغداء بتاعتنا اللي هي بتبقى في وسط النهار، بحيث ان احنا نبعد عن مشكله الحموضه. حلينا كده مشكله الحموضه، خلينا نخش على مشكله القولون، وهنمسك عرض عرض ونقول بنعالجه ازاي. يعني مثلا مشكله القولون عندنا امساك، احيانا امساك بيعقبه اسهال، احيانا الاتنين مع بعض. يبقى عندنا امساك اسهال، عندنا تقلصات ومغص،
وطبعا غير مع التقلصات والمغص انتفاخات وغازات. دي كده الاشهر الاعراض شيوعا للقولون. بس جدد جدد تمام. تمام. يبقى كده اول حاجة قلنا امساك، قلنا اسهال، قلنا تقلصات ومغص. وعندنا بص، هو بالنسبة للقولون زي ما قلنا كده مثلا وليكن عندنا شوية اعراض موجودين عندنا. طب ايه هو اصلا سبب يعني القولون ده سببه ايه؟ يعني من البداية الاضطرابات الهضمية دي بتحصل بسبب ايه؟ زي ما كل الاسباب اللي احنا قلناها فاتت ديت، كل الاسباب اللي احنا قلناها اللي فاتت كلها ايضا ممكن تسبب لنا القولون، فلا بد ان احنا نتلاشاه. خلاص انا دلوقتي عندي قولون عايز العلاج، اديني علاج ابوس ايدك. خلينا اخش في العلاج. انا دلوقتي مثلا وليكن ما بتكلم على علاج القولون، خلينا نمسك مثلا وليكن منطقة، نمسك عرض عرض، نتكلم مثلا وليكن عن الامساك. الامساك ما فيش بيت الا وعنده امساك. انا دلوقتي جالي امساك، ايه الحاجات، ايه المشروبات مثلا وليكن الطبيعيه اللي انا ممكن مثلا وليكن استعملها في البيت تعالج لي مشكله الامساك؟ احنا الوالده اذا زعلت بتصير تطرش دم من الفم، من الفم صح كده؟ وايش السبب؟ ماشي حاضر. طب نجاوب بس على موضوع القولون وبعدين نجاوب على هذا. ماشي هجاوبك على كل الأسئلة. ماشي ماشي، انت خد راحتك استاذ، نحن نريد نتعلم منك يعني. الله يسعدك، الله يوفقك، يبارك الله بيك. النقطة الأولانية، نقطة الإمساك. أنا عندي إمساك، هل هناك يا دكتور أحمد أشياء طبيعية؟ أول حاجة بنتكلم فيها في الإمساك بنقسمها، أقسمها معاكم لـ3 درجات، درجة بسيطة في الإمساك، ودرجة متوسطة في الإمساك، ودرجة شديدة في الإمساك. في حالة الدرجة البسيطة من الإمساك بنستعمل مشروب الحلبة، ودي حاجة سهلة جدا وموجودة في كل بيت. أنا عندي شوية إمساك بسيطة، بسيط إيه، أستعمل الحلبة. الحلبة ملين طبيعي وكويس، ما جابتش نتيجة معايا، الحلبة ما جابتش نتيجة معايا، بناخد الأقوى منها شوية، الأعلى منها في الدرجة، يبقى الإمساك بتاعنا متوسط الدرجة. متوسط الدرجة ده نستعمل معاها زيت الخروع. زيت الخروع في حالة الإمساك المتوسط اللي هو ولا بسيط ولا شديد، متوسط، هنستعمل معاه إيه؟ زيت الخروع على طبق السلطة بتاعنا، ناكل الوجبة بتاعتنا ونحط وطبق على طبق السلطة بتاعتنا نرش زيت الخروع بتاعنا، او على الاكل بتاعنا، المهم يتحط في الاكل بتاعنا باي طريقه. لا ده انا الامساك بتاعي مزمن، لا استطيع، استعملت ادويه كتير وخدت ادويه كتير واستعملت مشروب الحلم ما جابش نتيجه، استعملت زيت الخروع ما جابش نتيجه، يبقى نستعمل الخيار النهائي والقوي لكن ما بنرشحوش من البدايه. يعني لو حد هينصحني يقول لي يا دكتور اديني نصيحه للامساك، مش هقول له مش هقول له مثلا وليكن الحاجه اللي انا هقولها لكم دلوقتي، بقول له اول حاجه مشروب الحلبه، بعد كده زيت الخروع. لكن في حاله بالفعل الامساك بتاعه مزمن، وان الامساك ده اصلا هي سموم موجوده جوه الجسم لازم نتخلص منها باي طريقه، يبقى احنا بنستخدم معاها عشبه السيناميكي. بنستعمل معاه ايه؟ عشبة السيناميكي، ده أقوى ملين طبيعي يعني في التاريخ. يعني ده لو كل حاجة ما جابتش نتيجة ده هيجيب نتيجة، لكن الناس اللي بتستعمله بشكل مفرط بعد فترة من الزمن كنتيجة للإفراط فيه ما يجيبش نتيجة، لكن هو ملين خطير جدا. لكن الناس اللي بتدمن عليه اللي هي في كل شو العشبة اسمها عشبة السيناميكي. خليني اكتبها لك تحت عشان تبقى برضو، عشان لو مش شو اسم تركي، شنو اي ايش يسمون اسم تركي؟ ايه بنفس الاسم، ايه اكتبها، عشبة السيناميكي كتبتها ايه؟ السيناميكي. ايه والله مشكور استاذ. ايه كمل استاذ كمل دكتور. يبقى قلنا كده اول حاجه عشبه، قلنا اول حاجه مشروب الحلبه، الحلبه ما جابتش نتيجه، بنخش على زيت الخروع، الخروع ما جابش نتيجه، يبقى الحل السحري والنهائي سيناميكي، لكن لا نوصي بالسيناميكي من البدايه. يعني جرب الحلبه ما جابتش نتيجه خش على اللي بعده، لكن حته ان انت تخش مره واحده على السيناميكي لا انصح، عشان السيناميكي
يعني مش عايزين نوصل يعني حته يا جماعه الادمان مش كويس، يعني ان احنا ناخد حاجه معينه علشان احنا لازم نبحث عن سبب المشكله في البدايه. يعني انا مثلا وليكن عارف ان القانون بتاعي ده بسبب البهارات الكتير على الاكل، يبقى خلاص اقلل البهارات اللي بتبقى موجوده على الاكل. انا مثلا وليكن عارف القانون اللي عندي ده بسبب مثلا عندي التهاب معين، الالتهاب ده كنتيجه للاكل الغلط، يبقى خلاص يبقى احنا نمشي على نمشي على نمط حياة صحي ونظام غذائي سليم. خلينا نخش بقى دي يبقى ده كده ادمن شو يا دكتور مثالي ايش؟ مش فاهم يا ابو محمد. ادمن شو يا دكتور مثالي ايش؟ بتكلم يعني السيناميكي. السيناميكي هي عشبة، لكن فكرة ان انا اخدها كل يوم عشان عندي امساك كل يوم، لا، بعد كده جسمك مش هيستجيب ليها حتى لو هي خطيرة. فدي بتستعملها مثلا كل فترة والتانية لو المشكلة يعني زي أي حاجة، يعني زي ما أنت مثلا بتدخن، زي ما أنت مثلا وليكن إدمان بيوكسو، يعني زي ما أنت مثلا بتدخن، ده نفسك تدخن تدخن كل يوم كل يوم، خلاص بقى إدمان، فاهمني؟ فكذلك برضو إن أنا مثلا وليكن كل يوم عندي إمساكها، كل يوم هستعمل سيناميك سيناميك، يبقى إدمان، وفي الآخر الجسم مش هيستجيب ليها كنتيجة للاستعمال المفرط ليه. فالاصل زي ما انا بقول كده، بنبدا بالحاجات البسيطه وبنعدل من نمط الحياه بتاعنا. يبقى احنا كل قلنا اول حاجه، خلينا يعني انا دلوقتي خلينا اقسم لكم علاج القولون العصبي، يعني اديكم كده حاجات علاج القولون العصبي. اول حاجه تجنب الاطعمه التي تزيد الامر سوءا. تجنب الاطعمه التي تزيد الامر سوءا، زي ايه الاطعمه؟ مثلا عندنا في مصر مثلا الفول والطعميه، هذه الاشياء تزيد الامر سوءا. فايه القرنبيط، الملفوف، الخضروات الصليبيه، دي كلها اشياء تزيد الامر سوءا، هتزود لنا من الانتفاخات، هتزود لنا من المشكله. يبقى ده كده رقم واحد. يبقى احنا كده قلنا اول حاجه تجنب الاطعمه التي تزيد الامر سوءا. الحاجه الثانيه التركيز على الاطعمه الغنيه بالالياف الغذائيه. ايه هي الاطعمه الغنيه بالالياف الغذائيه؟ زي الخس، الجرجير، الخيار، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس. هذه الأشياء جميلة جدا، نقدر نحطها في طبق السلطة بتاعنا. ودايما بنصح كل الناس بلا استثناء في جميع لجميع الطبقات، لجميع الناس بقول لهم يا جماعة عليكم بطبق السلطة خماسي الألوان. طبق السلطة خماسي الألوان بتاع الدكتور أحمد عطية الدهشان بيحتوي على 5 ألوان رئيسية. اللون الأبيض، أمونة استمينة أمونة استمينة أمونة، اللون الأبيض، اللون الأبيض مثلا القليل مثلا من البصل، حاجة بسيطة من البصل. في ناس يقول لك الثوم والبصل هيسببوا لنا الانتفاخات، واحنا عندنا يا دكتور انتفاخات علشان عندنا قولون. لا، أنا بكلمك أما تحط حاجة بسيطة أوي، نص فص ثوم، أما تحط نص فص ثوم على طبق سلطة كبير كده مفيش مشكلة ما دام عندك، لكن ما تحرمش نفسك من فضل فوائد الثوم السحرية. يبقى أنا الثوم أو البصل بس بكميات بسيطة بالنسبة للناس اللي عندها قولون. اللون الاخضر، الخس، الجرجير، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس، كلها دي اشياء نحطها في طبق السلطه. اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر. اللون البرتقالي زي الجزر. اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر. هذه الاشياء نحطها في طبق السلطه، ويا سلام معلقه زيت زيتون عليها، ويا سلام رشه كركم خفيفه. يبقى انت كده معاك طبق سلطه خماسي الالوان بيحتوي على جميع الفيتامينات اللي جسمك محتاجها يوميا، على جميع الاملاح المعدنيه اللي الجسم بتاعك محتاجها يوميا، جميع الالياف اللي تسهل لك من عمليه الهضم، وبالتالي عدم حدوث اضطرابات هضميه او مغص او تقلصات بالنسبه للناس اللي عندها قولون. يبقى دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، تناول الكثير من السوائل. تناول الكثير من السوائل، وعلى رأس هذه السوائل بنتكلم شرب الميه. يا جماعه الميه هي الحياه، يعني مش هنعيد بقى ونزيد الميه ثم شرب الميه. عايزين نتكلم على الاقل 8 اكواب ميه يوميا، حجم الكوب 250 مللي، اقل حاجه نشربها يوميا عشان نعالج القولون بنقول 8 كوبايات، حجم الكوب 250 مللي. عايز تحل المشكله بشكل اسرع، زود اوصل لحد 12 كوب يوميا، لحد 3 لتر ميه يوميا، حجم الكوب 250 مللي.
وزي ما بنأكد ممارسة الرياضة على الريق قبل الفطار دي روعة وجميلة ورائعة. أنا بكتبها يعني، أنا مثلا وليكن كطبيب تغذية في العيادة عندي، ما بكتب يعني يعني حتى كده بالتركي بقول لهم هير صباح يونينجا ايكي برضك سوتش مية ونت ماماليز، اليك سوتش مية ونت ماماليز. يعني دي مثلا وليكن ك يعني كل يوم نشرب كوبايتين مية دافية على الريق، كل يوم بنشرب كوبايتين مية دافية على الريق. قبل ما اول ما نصحى، قبل ما نتوضى، قبل ما نصلي، قبل ما نعمل اي حاجة، نشرب كوبايتين مية دافية على الريق. فشرب المية الدافية على الريق جميلة جدا، جميلة جدا بكل المقاييس، نشط لنا الدورة الدموية، تحسن لنا الحالة المزاجية طول اليوم بتاعنا. فالناس اللي بتشرب مية على الريق الحالة المزاجية بتاعتها بتبقى احسن من الناس اللي ما بتشربش على الريق. اهم نقطة برضو بنتكلم على الحصول على قسط كافي من النوم. الناس اللي بتسهر بالليل وبتنام بالنهار، الناس ديت عندها مشاكل في القولون، عندها اضطرابات هضمية، عندها مشاكل صحية كتيرة جدا. يا جماعة ربنا بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، الليل للنوم، ان الهرمونات، هرمونات اللي تساعد في عملية الهضم بتفرز ليلا. فالناس اللي ما بتنامش كويس الهرمونات بتاعت الهضم دي مش موجودة عندهم بشكل كافي، فهم أكثر عرضة للاضطرابات الهضمية وعرضة للتقلصات وعرضة للمغص وعرضة لأن الهضم بتاعهم مش كويس، فالأمعاء بتاعتهم مش شغالة بشكل فعال. فالنوم ليلا. بنتكلم أيضا محاولة تجنب الأطعمة اللي بتسبب الغازات. الأطعمة اللي بتسبب الغازات زي إيه؟ زي اللي قلنا القرنبيط والأطعمة الخضروات الصليبية والفول والطعمية، الفول والفلافل، وأي حاجة بتسبب الغازات نحاول نبعد عنها. في بعض الأحيان بعض الناس بيكون عندها حساسية من الجلوتين، فممكن نبعد برضو، نقلل شوية من الأغذية اللي بتحتوي على الجلوتين. ويعني نشويات بشكل عام نقدر نقول مثلا ممكن نخففها عند بعض الناس أو كده. ده كده بشكل أساسي. خلينا اتكلم مثلا لو انا عندي اسهال، يعني مثلا لو انا مثلا وليكن عندي القولون وعندي اسهال، الاسهال ده بنمشي على نظام اسمه نظام بريت. ما هو نظام بريت يا دكتور احمد؟ يعني عشان برضو ما تنسوش، ركزوا معايا كده، مش عارف هيظهر قدامكم ولا لا، بس احاول قدر الامكان يعني لو اكتب بحيث ان انت يبقى، او نظام بريت ده في اول حاجة حرف البي، مش عارف بقى ظاهر ولا مش ظاهر، مش عارف. حرف مثلا وليكن لو قلنا مثلا، يعني مثلا دلوقتي هنكتب اهو بريت، بريت عندنا حرف البي اللي هو البنانة، وعندنا حرف الار اللي هو الريس، وعندنا حرف الاي اللي هو الابل، وعندنا حرف التي اللي هو التي او التوست. يعني احنا دلوقتي عندنا نظام بريت عبارة عن إيه؟ اربع حاجات اساسيه. انا هحاول كده ايه نظهرهم كده اهم، اهو عندنا نظام بريت. اول حاجه حرف البي اللي هو البنانه اللي هو الموز. لو انت عندك اسهال فكر في الاغذيه دي تحطها لانها سهله الهضم وبتزود وبتخلي الاكل بتاعنا اجمد شويه، علشان لو الاسهال خطر يا جماعه. الاسهال ده نقدر نقول عليه ان لو راحت حصل له اسهال مزمن ممكن يسبب جفاف، الجفاف ده ممكن لا قدر الله يؤدي للوفاه. يعني عشان كده الاطفال اول حاجه لازم نعالجها نعالج الجفاف. فانت لو عندك اسهال ما تستهترش، عندك اسهال تاكل اغذيه بتاعت تاخد هذه الاغذيه، يعني دائما تركز على هذه الاغذيه. اول حاجه حرف البي اللي هو نظام، في نظام بريت اهو، حرف البي اللي هو البنانه، حرف الار اللي هو الريس اللي هو الرز، الرز الابيض، وبعد كده حرف الاي اللي هو الابل، التفاح او الكمثرى، لكن منزوعين القشره بتاعتهم، بنشيل القشره من التفاح والكمثرى. ليه بنشيل القشره من التفاح والكمثرى يا دكتور احمد؟ لان احنا لما نشيل القشره ديت بتزود لنا من الحركه الدوديه بتاعت الامعاء، لو زادت الحركه الدوديه بتاعت الامعاء بيزيد من عندنا الاسهال.
فلازم حتى لو طفل صغير هناكله تفاح، هناكله كمثرى عشان عنده اسهال، لا لازم نشيل القشره بتاعتهم، هنسلقهم مثلا وناكلهم للطفل، يبقى نشيل برضو القشره لان القشره تزود من الاسهال، فلازم ناكل تفاح وكمثرى لكن يكون منزوعين القشره. اخر حاجه حرف التي، اللي هو التي اللي هو الشاي او التوست، التوست العيش المحمص. ده النظام الصحي اللي احنا لو احنا عندنا، ده النظام الصحي لو احنا عندنا اسهال لازم نمشي عليه. احفظوها، بريت يبقى البي البنانة اللي هو الموز، الار اللي هو الرايس اللي هو الرز، الاي اللي هو الابل التفاح او الكمثرى، التفاح او الكمثرى، اللو التي اللي هو الشاي او التوست. والاهم من ده كله ان احنا نعوض سواء كان الطفل او الشخص الكبير نشرب سوائل كتير، ونشرب عصاير على قد ما نقدر، نشرب عصاير طبيعية على قد ما نقدر عشان نعوض نسبة الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي نزلت مع الإسهال بتاعنا، علشان ما يحصلناش هبوط، عشان ما ندوخش، علشان ما يحصلناش دوخة وهبوط ونطلع على الطوارئ الواد هيموت. لا هو مش هيموت، هو نتيجة حصل جفاف. فاحنا نتدارك هذه الاشياء. مفيش بيت ما بيجلوش، مفيش حد ما بيجلوش اسهال، مفيش حد ما بيجلوش امساك، مفيش حد ما بيجلوش مثلا غازات او وانتفاخات، مفيش حد ما بيجلوش مثلا وليكن مغص او تقلصات. كل الناس ديت حاجات اساسيه يعني ايه لو احنا التزمنا بيها سواء كان في الامساك او الاسهال. اما تعال نخش بقى في نقطه مهمه جدا اللي هي نقطه الانتفاخات. هل في مثلا مشروبات مثلا وليكن ممكن ناخدها في حاله الانتفاخات او الغازات؟ في حاله الانتفاخات والغازات افضل مشروبين اللي هو الزنجبيل واليانسون. الزنجبيل واليانسون يعتبروا من ضمن الحاجات السحريه اللي تمتص الغازات من جوه الجسم، فالشعور بالنفخه يقل. الشخص الواد بطنه كبيره كده مش عارف ليه، في انتفاخ، في نفخه جوه، في غازات موجوده جوه. يشرب زنجبيل على قد ما يقدر، يشرب يانسون على قد ما يقدر، بدل ما شغال يعني يشرب قهوه كتير، قهوه كتير، القهوه تزود لنا من حموضه المعده فتزود من المشكله نفسها. ابو محمد، طيب يا دكتور لازم ترسل لي على الخاص، عندي كم اسئله خاصه وانا معك ان شاء الله. تمام تمام، يعني تحت امرك، ربنا يحفظك. بس دكتور احمد عندي سؤال بدون زحمه. اتفضل. بدون مقاطعة الكلام، أنا دائما أستعمل القرنفل والقرفة والزنجبيل، يعني كل يوم، مو كل يوم يعني يوم ورا يوم. هل يضر على المعدة؟ يعني يضر على المعدة لو ما يضر؟ بص، عنده أضرار على المعدة؟ القرفة والقرنفل والقرفة وإيه تاني؟ الزنجبيل، القرفة والقرنفل. تمام والله. يعني نحن نسميه، نحن دارسن يعني. اولا القرنفل ده يعتبر، انت تعرف القرنفل ده بيحطوه في غسول الاسنان، بيحطوه في غسول نعم. الاسنان علشان مسكن طبيعي للالم، احنا بنسميه في الطب اناسيتيك اكشن. يعني ايه اناسيتيك اكشن؟ يعني مخدر موضعي. لو واحد عنده مثلا وليكن الم في جسمه وعايزين نخفف هذا الالم ممكن نديله قرنفل، فالقرنفل ما فيهوش اي مشكله خالص. الزنجبيل برضو ما فيهوش اي مشكله خالص. بس لو واحد، بص يعني لو واحد عنده التهابات جوه، يعني لو واحد مثلا وليكن عنده التهابات شديده جوه جسمه، فممكن نوقف منه الزنجبيل. يعني الزنجبيل برضو مش لكل، يعني لو واحد عنده التهابات مثلا مزمنه جوه جسمه احنا ممكن بنوقف الزنجبيل، لان ممكن دي يزود من الالتهابات او مثلا او كده. هو مضاد، يعني الزنجبيل مضاد للالتهابات، لكن في بعض الالتهابات المزمنه ممكن يزيد من المشكله. يعني بص عايز افهمك حاجه، اي حاجة بتزيد عن حدها في حالة المرض ممكن تنقلب لضدها. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا ولكن اللحمة دي مش مفيدة تعمل لي كتلة عضلية لانها بروتينات وتعوض لي النسيج التالف من الجسم وتجدد لي الانسجة جوه الجسم، مش بتعمل كده مثلا اللحمة. لكن لو خدناها زيادة عن اللازم، زيادة عن اللازم كل يوم، زيادة عن اللازم، زيادة عن اللازم، اللحمه دي تتحول من شيء مفيد لشيء مضر، تسبب نقرس. فهو الاعتدال في كل شيء مطلوب. لكن لو انت ما عندكش حاجه وبتشرب هذا المشروب لا بأس وما فيش اي مشكله فيه وزي الفل وكويس وحاجه صحيه.
بارك الله فيك. الله 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 يوفقك، الله يحفظك دكتور أحمد. طبعا أعتذر منك شوي، أزعجت لا لا لا، انا يعني اللي انا فخور يعني، كتير برافو برافو. أسئلة زعلناك والله. انا موجود، ولو حد عنده اي اسئلة او اي استفسارات وعايز يعرف اي شيء، انا موجود معاكم هنا ان شاء الله تعالى في كل وقت. وانت يا ابو محمد تعالى في الخاص تحت امرك يعني. الله يوفقك الله استاذ يسعدك دكتور احمد، ان الله شاء الله يسعدك فرصة سعيدة ان شاء الله بعد اكثر اسئلة عندنا. ان شاء الله تعالى، انا تحت امركم في اي وقت انا موجود. الله يسعدك يا ابو محمد، انا سعيد بيكم كلكم، وفخور ان انا طلعت معاكم والله النهارده. ودائما يعني وانا موجود في البي كي، لا يعني مش شويه كمان يعني، انا موجود في الغربه لوحدي، فقلنا نفيد الناس بدل ما احنا في العيد ما نعملش حاجه. يلا مع السلامة على راسي الله دكتور. يحفظك، في رعايه الله، السلام عليكم. مع وعليكم السلامة، الله السلام، معك، عليك وعليكم السلام. السلام، وعليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. معاك دكتور احمد، لو عندك اي اسئلة طبية في التغذية، انا طبيب تغذية، لو عندك اي اسئلة طبية في التغذية ممكن تسألنا نفيدك. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. الله يسعدك، ربنا كل يبارك. سنة، كل سنة وحضرتك طيب، وانت كل سنة طيب، وحضرتك وانت طيب، طيب ربنا يا يعود رب. عليكم بخير يا رب. اللهم امين، الله يكرمك. ايه، ما عايز نفيدك ونفيد الناس اللي عندك، انا تحت امر. لا، ربنا يجعلك تفيد الناس كلها يا رب، انت الله كلك بركة، ربنا يسترك، الله ربنا يبارك فيك، يسترك، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يبارك لنا في حضرتك يا الله رب، ربنا يخليك. حضرتك بس انا يبارك في عشان حضرتك، كل متابعه، سنة وحضرتك طيب، علشان ربنا يبارك لك، تمام، ربنا يحفظك، في رعاية الله، السلام عليكم. ربنا يخليك، مع ألف سلامة. عليكم الله السلام يسلمك، ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الدكتور أحمد، يا مرحبا يا مرحبا، الله أنورك يسعدك، طف الكهرباء. الله يخليك، الله يكرمك. لو عندك أي أسئلة في التغذية العلاجية، أنا طبيب تغذية، لو عندك أسئلة في التغذية ممكن تسألنا نفيدك، نحاول نفيدك يعني. اي والله، انا اتكلم معاك حقيقه. انا يا اخي اقعد بالليل الساعه 3، اقعد افتح الثلاجه اطلع كيس لحم واحطه بالنار واطبخه، ما امزح معاك، اصبر. عادي، كل شيء عندي عادي، هضمه، اكل.